البداية كانت بالوقوف دقيقة صمت ترحما على روح المرحوم حسين أيت أحمد. الشباب دخل من أجل نقاط المباراة ووضع حد لسلسلة النتائج السلبية. أول محاولة من فوافي وبولمدايس هنا يفوت فرصة فتح مجال التهديف. ليأتي بعد ذلك رد فعل الزوار عن طريق اللاعب بكير في هذه التسديدة القوية التي صدها سيدريك والعارضة الأفقية. نلعب الدقيقة 19. فوافي لبزاز الذي يتوغل يعرقل. إنها ضربة الجزاء يقول الحكم أمل. وبطاقة صفراء. بزاز يتولى التنفيذ وبنجاح مضيا الهدف الأول. بزاز بعد ذلك ومن كرة ثابتة كاد أن يضيف الهدف الثاني لولا الحارس مرباح الذي أنقذ مرماه بصعوبة. آخر محاولة في هذا الشوط كان وراها اللاعب كسان بهذه المقصية التي كانت سهلة بالنسبة لسيدريك. وشوط أول انتهى بتفوق الشباب بهدف لصفر. المرحلة الثانية لم تكن في مستوى الأولى رغم التغييرات في تشكيلة الفريقين، وإن كان الشباب كان صاحب الإرادة والمبادرة في هذا اللقاء. فوافي في عمل فردي الكرة فوق إطار الحارس مرباح. الشباب حاول بعد ذلك إضافة الهدف الثاني لكن تسديدة سامير كانت فوق المرمى. ليعلن بعد ذلك الحكم مالو عن انتهاء اللقاء، وفرحة كبيرة لدى عناصر الشباب بهذا الفوز الذي طال انتظاره. Difficile normal, c'est une équipe qui jouait son dernier va-tout là-bas avec de très bonnes individualités. Quoi qu'il en soit, je crois qu'on fait un gros match défensif ce soir, on prend pas de but. Et félicitations aux garçons. C'est vrai qu'il y avait un peu la peur au ventre, mais on a un petit peu tremblé. Mais je crois que on mérite vraiment de gagner ce match ce soir.